عصام لاعب منتخب الوطن شارك في بطولة ماشي في احصائيات كوب افريقيا. نعم نعم، كيفاش كانت المشاركة ديالك في هذه البطولة؟ البطولة ديال ديال الشبان. لعبنا واخا كان شوية ما كانش التفاهم ما بين اللاعب ولعبنا وبغينا نحطوا المجهود ديالنا، ولكن واخا كانت الإمكانية شوية ناقصة. وأنت شخصيا كيفاش كانت المشاركة ديالك أنت؟ المشاركة ديالي كانت باغي ربح. صراحة وبالنسبة لهاد المشاركة ديالك في الدوري هذا كيعتبر دعم يعني اللاعبين الشبان الحومة، وخصوصا أنا ولد الحي. نعم أنا ولد الحي الوفاء، وحيت كاين بعض بلاد من الناس الحومة ما كيعرفونيش أنا كنمارس الرياضة هذه حتى اليوم. أنت كتلعب في نادي الرياضي نادي العرائش. شحال هذه باش كنت كتمارس كرة القدم؟ ثلاث سنين كنمارس في نفس النادي. نفس النادي ديال العرائش الكره. نعم، وهذا العام هذا كانت المشاركه ديالكم مزيانه. تاهلتوا لعبتوا مباراه السد. لعبنا مباراه السد كنا لعبنا مباراه السد وما جابش الله نتاهلوا نطلعوا في سيري. العام اللي فات حتى العام اللي فات كنا طلعنا للسد وكنا لعبنا مباراه ديال السد ديال الطلوع يا نطلعوا يا نطيحوا. شنو الوضعيه اللي كيعيشها النادي وكيفاش يمكن في المستقبل يتطور الممارسه؟ النادي زعما اللي شادنا والمدربين ولي كوتش دايرين فوق المجهود ديالهم، واخا الدعم زعما عارفين داك الشيء قليل وعارفين العرايش ما عارفين شي قيمه للفولي. ما حيت ماشي فولي ماشي شائع مثال باش يعرفوا الناس. كنتمنى الله يزيد. بالنسبه للدوري هذا كيفاش يمكن نطوره؟ كيفاش الصعوبات اللي شفتيها انت بحيث الملعب؟ بحيث الملعب ما كاينش، دابا حنا لاعبين في حي الوفاء كامبو الجامع. هذا كامبو خاص، هذا كامبو خاص بالكره وهذاك وضامنوا معنا وعطاونا حتى درناه الفولي. ونتمنى والله يديروا لنا ملاعب وكنتمنى والله يفتحوا لنا البلاصه ديال البلاصه. ونتمنى والله يكون خير انا خصنا يتشهر البولي في العرايش، البولي الشعبي في العرايش بحال بحال الكرة بحال بحال الباسكيت. البولي كان بعض الناس ما كيعرفوش بحال شي بحال مثلا بحال الناس بحال